خلاني يعني الصدق أدفع ثمن وأثر علي إني ما عندي خبرة في الناس في العالم. يعني كنت يعني بنات فاهميني أنتم لما ما لي خلق أشرح. في واحدة اسمها سوسو تقول خبرتك في الدشرة. والله يا سوسو هذه دروبك ودروبها هلك، الله يعصمني عنها. أنا مرة مو جوي نهائيا، مو جوي. وبعدين أنا لو أنت يا حبيبتي تقولين دشرة، يعني أنا في الأسبوع كنت أبث مرتين لكن الحين صرت أبث كل يوم. لو أنا عندي دشرة يا روحي وأنا لي سنتين كان بان علي، كان وضح، ما في شيء يتخبى. الدشرة اللي تتكلمين عنها وتعرفين سيماها في وجه الناس جدا، يعني ما شاء الله تعرفين كيف تبان في وجه الناس، انه واضح انتي وهلك تعرفون نوع الدشرة. كان شفتي في يومياتي، كان شفتي في بثي، كان شفتي بشكلي، كان شفتي ببشرتي، كان شفتيه بفمي، كان شفتيه بأسناني، كان شفتيه بردات فعلي، كان شفتيه بعقليتي. الدشرة اللي انت تتكلمين عنها اللي انت تعرفينها، يعني انا استغرب لما يجي واحد يقول واضح انها تدخن، واضح انها تشرب. السؤال مو هو واضح ولا مو واضح، السؤال هو وش دراك عن سماتهم؟ كيف عرفت ان هذا الشخص متعاطي؟ سؤال، كيف تعرف انه متعاطي؟ معاشرهم، تمارسه، عندك اطلاع. طيب اذا انت تعرفه وعندك اطلاع، معناته من انت تستشرف عليه؟ يومياتي اصورها، وحياتي اصورها، روحاتي وجياتي اصورها، فاتحه بث، عقلي كامل ولساني ما هو ثقيل، ولا عندي أي هالات أو استوداد أو حالات لا طبيعية، دائما وضعي طبيعي. كيف حكمت يا سوسو أني أنا داشرة؟ عشان أفتح بث؟ دقيقة وبرد ببريك عشان أعلمكم عن اللي ظلموني. تبين تقنعيني يا آنسة سوسو يلي تعرفين الداشرين وأشكالهم وهيئاتهم ما عندك أغلاط في الدنيا؟ أوكي يمكن أنت أحسن مني ما فتحتي بثوث، لكن أنا متأكدة وموقنة أن أنت عندك من الكبائر ما الله به عليم. لأنك لو كنت إنسانة نقية، ولو كنت إنسانة لطيفة، لو كنت إنسانة خيرة حلو، ما كانت هذه ألفاظك، ولا كانت هذه أسلوبك، ولا كان هذه طريقتك، ولا قذفتي. لو أنت ما عندك أخطاء في حياتك كم ما مارست الإسقاط على الناس عشان تثبتين لنفسك أنك أنت صح وأنك أنت أحسن مني. لأن الناس الطبيعية السوية اللي فيهم دين وفيهم أخلاق وفيهم تربية ما يقذفون خلق الله. فأنت لما تدخلين علي وتقولي لي داشرة